دخلت المعارضة المسلحة مخيم اليرموك في دمشق. خرجت المعارضة المسلحة من المخيم بعد نحو 3 أيام فقط، وبشكل طوعي فقط. مخيم اليرموك ليس المنطقة الوحيدة في سوريا عموماً وفي دمشق خصوصاً التي يدخلها ما يسمى الجيش الحر، ثم تجري تدخلات أهلية من أجل خروج المعارضين المسلحين منها لدرء مواجهة مسلحة فيها مع الجيش السوري. ولكن كل التدخلات الأهلية السابقة لم تؤتي ثماراً. أصر المسلحون في كل الحالات السابقة على عدم الخروج. يهجر أغلب سكان المناطق التي تدخلها المعارضة المسلحة، ولا يهمهم إن عاد أهلها أم لم يعودوا. وفي وقت يراه الجيش السوري مناسبا كان يدخل يخرجهم منها ويخرج. فما الذي جعل مخيم اليرموك حالة مختلفة؟ كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها السوريون حول الموضوع، إلا أن مراقبين قدموا إجابات عن كل التساؤلات. بتاريخ 19 من كانون الأول، أي بعد نحو 2 من بدء دخول المعارضة إلى مخيم اليرموك. بتاريخ 19 من كانون الأول، أي بعد نحو 2 من بدء دخول المعارضة المسلحة إلى مخيم اليرموك، نشرت وكالة وفا الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذلك من المجتمع الدولي، طلب تمكين أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا من العودة إلى أراضيهم المحتلة في فلسطين، وذلك نتيجة لما قد تتعرض له المخيمات الفلسطينية من ويلات الصراع في سوريا. في اليوم التالي وبتاريخ 20 من ذات الشهر، انتشر في كل وسائل الإعلام أنه تم التوصل بنسبة 90% إلى موافقة مسلحي المعارضة على الخروج من المخيم الفلسطيني. ثم تم الاتفاق نهائياً في الساعات اللاحقة، وبدأ سكان المخيم فعلاً بالعودة إليه بالآلاف وبشكل جماعي، الأمر الذي لم يحصل بهذه السرعة على الأقل في أي من المناطق التي كانت تدخلها المعارضة المسلحة. أغلب المراقبين رأى أن هناك ربطاً قوياً بين المطالبة الفلسطينية بتمكين الفلسطينيين في سوريا من العودة إلى الأرض المحتلة وبين سرعة استجابة المعارضة المسلحة إلى مطالبتها بالخروج من المخيم. فلو أن ما يسمى الجيش الحر لم يخرج، لظل سكان المخيم على ما هم عليه من تهجير، ولاستمر الضغط الفلسطيني يطالب بعودة فلسطينيي سوريا إلى أرضهم المحتلة فلسطين، وهو ما لا يروق بطبيعة الحال لقيادات الكيان الإسرائيلي. عرضنا في حلقة سابقة أنه وفي مكان آخر شمال سوريا وتحديداً في حلب، خرج المواطنون بالمئات إلى الشوارع يرفعون الصوت بشعارات تطالب ما يسمى الجيش الحر بالخروج والعودة من حيث أتى، وتصفه بما تراه فيه. عربي انت الجيش النظامي، جيش الحر. لم تلق هذه المظاهرات استجابة من المعارضة المسلحة في حلب، وقد تجاوز تواجدها في الريف على الأقل حتى ساعة إعداد هذه الحلقة 150 يوماً بأيام، وكثير من أهلها هجر قسراً، فيما خروج المسلحين من مخيم اليرموك لم يستغرق نصف أسبوع. لم يسلط على الأمر أضواء في الإعلام الإخباري العربي، ولم يقرأ في الخبر ما وراءه في برامج المحطات الإخبارية العربية. سرعة خروج المعارضة المسلحة من المخيم بعد تصريحات عباس عن حق العودة وتخوف الإسرائيليين منها، جعل المحللين يفكرون جديا بأن مراكز صنع قرار الهجوم والانسحاب لدى المعارضة المسلحة في سوريا يرتبط بشكل مباشر
بأمنيات وتخوفات قيادات الكيان الإسرائيلي، ما يطرح حقائق قديمة جديدة عن المراكز الفعلية لصنع القرار في صفوف المعارضة المسلحة في سوريا.